قال قداسة البابا لخص الحكاية وقال إنه رغم مرارة الحدث الألم ورغم بشاعته، لكن الحقيقة القيامة وعيد القيامة بيمثل روحيا ما هو أعلى من أي يعني حدث يعني. فالحقيقة بالمفهوم الروحي ده يعني تجاوز الأقباط أبعاد الحدث وتجاوزه، يعني مش تجاوزه ألامه، لأنه ألامه الحقيقة حفرت أكيد يعني حفرة صعبة جدا، لأنه المرة دي يعني كانت لها أكثر من دلالة الأحداث اللي تمت، سواء في دلالة الاستهداف، مين اللي مستهدف، و يعني العمق الحدث نفسه ونتائجه المتفجرة وراء بعض. فالحقيقة يعني قداسة البابا يعني قدر يلخص ده، أو قال إنه لا، إحنا يعني سنقيم الشعائر الدينية، ولكن يعني ما فيش شك إن في مرارة وفي حزن يعني في القلب طبعا. يعني الحقيقه طبعا يعني انت لا يعني حضرتك لا تتخيلي انه دخول المواطن المسيحي الكنيسه وكانه داخل سكنه عسكريه من اول الباب لحد، لا تتخيلي ان يصل الامر بان بعض العائلات قالت لبعض، وان كان ده لم ينتشر يعني، تعالوا نوزع نفسنا على اكثر من كنيسه علشان اللي ربنا يفتكره، ما يعني التاني يرعى التاني يرعاه يعني، او يرعى الاسره يعني. ربنا يحفظهم ان شاء الله، مفيش اي حاجه تحصل. لا مفيش اي حاجه اكيد، وان شاء الله يتم تجاوز ده كله يعني باذن الله. بس عشان يتم تجاوز ده كله الحقيقه عايزين تغيير المناخ نفسه، المناخ الثقافي يعني. انا حتى مش مع حكايه شعار تجديد الخطاب الديني، هو تجديد الخطاب الثقافي اهم يعني، لأنه شيوع ثقافات واردة من يعني صحراوات محيطة يعني غير الثقافة المصرية، ثقافة وادي النيل يعني، ده اللي ينبغي أن مواجهته يعني لابد من الإعلام والثقافة والتعليم ياخدوا بالهم ان احنا يعني داخلين على عالم جديد ينبغي التعامل معاه بشكل جديد يعني. فالمطلوب في الفترة اللي جاية، وحتى ده اللي تنبه ليه سيادة الرئيس بانه طلب حكاية المجلس اللي هو ضد التطرف والإرهاب، لانه الحكاية مش المؤسسة الدينية والأزهر بس، ولا الكنيسة بس، ولا يعني مش دول القصة بس يعني، المسألة مسألة مجتمعية، دور الكل يعني، المجتمع يعني مع الدولة كلنا بقينا في بعض. ما يتم تغييب حقوق المواطنة الكاملة عن بعض الأشخاص يعني، عن المعوق، عن المرأة، عن بعض حقوق المواطنة يعني، عن القبطي، عن أي فئة من فئات المجتمع، عن اللي ملوش ظهر زي ما بنقول يعني، فئة اجتماعية أقل، مش لا له حسب ولا نسب. انت لو حجبتي اي حق من حقوق المواطنه عند اي حد من دول، انت واخده بالك، المواطن اللي بيتضر طبعا. وهنتكلم بقى على يعني في مجال مثلا التمييز الديني مثلا. تعالي نشوف ايه اللي حصل لما يعني، اولا الدستور طبعا زي ما احنا عارفين قال انه ينبغي ان نحن نعمل مفوضية اسمها مفوضية مناهضة التمييز، وكان مفروض انه في الدورة الاولى يتم مناقشة هذه المفوضية ويتم اقرارها، على اساس انه اذا كان بيمارس في اي مؤسسة من مؤسسات الدولة نوع من التمييز يبقى اروح اشتكي للمفوضية دي. تغييب المواطن في أي حق من حقوقه يعني، لما نبص نلاقي تغييبه في يعني في مناهج التاريخ، احنا 6 قرون تم إسقاطها في مناهج التاريخ في التربية والتعليم، اللي هي تاريخ الفترة القبطية في التاريخ المصري.